اليوم هذا الاصطفاف الشعبي والالتفاف الوطني والحضور الحاشد من جميع أطياف المجتمع الكويتي والقوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني على مدى 4 أيام متتالية يؤيد ويؤازر النواب المعتصمين باعتصامهم السلمي الحضاري للمحافظة على الدستور واحتجاجا على عبث الرئيسين الذي امتد على مدى دورين انعقاد وتحالفهم المشبوه ضد الأمة ومغدراتها، وما جعل الناس يحضرون ويعبرون عن رأيهم الاستفزاز من قبل الرئيس من التصرفات الصبيانية بقطع الكهرباء وقطع التكييف، وهذا ما زاد الناس إصرارا للحضور والتعبير عن رأيهم من قبل هذا الرئيس الذي سجل بسابقة تاريخية كأول رئيس برلمان منذ نشأته يصوت على عزله 31 نائب. فهذا إن دل يدل على السخط الشعبي اتجاه تصرفات هذا الرئيس بإدارة المؤسسة التشريعية. فاليوم الخروج من هذه الأزمة ومن هذا الاحتقان السياسي، بوابة الخروج لها هو رحيل الرئيسين، لأن الكويت تستحق الأفضل.